برضه أول سؤال كان ذكر وحسيب السيد وزير التموين يتكلم عليه اللي هو كان خاص باتفاقيات شراء القمح وإنها تبقى من حكومة لحكومة بشكر حضرتك وبشكر السائل السؤال أولاً القواعد المنظمة لشراء القمح كانت هي قانون المشتريات اللي الساري وكان بيتم طرح مناقصة عالمية في ذلك نظراً للظروف وتحسباً لمثل هذه الأمور تم عرض على مجلس الوزراء ووافق مجلس الوزراء بإعطاء هيئة السلع التموينية السلطة لعمل اتفاقيات مباشرة مع موردين مباشرين أو مع الحكومات. وبالتالي منذ بداية هذه الأزمة أصبح لدينا هذه الآلية من قرار مجلس الوزراء. جاري الآن مناقشات مع الحكومة الهندية ومع استراليا ومع فرنسا ومع كازاخستان في كثير من الدول واحنا بس اسمحوا لي بس العالم كله باصص نتيجة مصر اكبر مستورد قمح في العالم فازاي ما بتستوردوش دلوقتي مش هنستورد دلوقتي احنا في موسم محلي والحمد لله الخير موجود يعني نزيد نزيد من العجز نزود من طب ما عندنا هو أربعة اشهر النهارده وعندنا محصول ان شاء الله هيوصل زي ما وعدنا دوله الرئيس انا ووزير الزراعه خمسة ونص مليون طن لاول مره يبقى عندنا فيوصلنا لاخر سنه هل معنى كده ان احنا مش محتاجين قمح لا محتاجين قمح وفعلا لابد هنستورد لأربعة ونص مليون طن هنستوردهم للعيش البلدي بالإضافة للي احنا بناخده بالإضافة للقطاع الخاص شغال وهيستورد الخمسة أو الأربعة ونص التانيين بناء على معدلات الاستهلاك النقطة الثانية وبالذات بجاوب الجزء بتاع روسيا من هنا وفي حضور دولة رئيس الوزراء لابد أن نوجه الشكر لكل الموردين الروس لسبب لم يتقاعسوا في توريد كافة الاتفاقات وكافة العقود التي تمت حتى هذه اللحظة والدولة أوكرانيا وفت بكل الموضوع فرنسا وفت رومانيا بس أنا كنت أقصد بعدين حضرتك دولة رئيس رومانيا وروسيا نتيجة هم اللي كان في المشكلة ولكن الحق تم توريد كافة الكميات التي تم في موضوع هي أثرته بس أستاذ حضرتك عشان واخد لغط كتير في مركب اتقال انها قمح اوكراني وطلع من روسيا اللي سمحت بتحركه وقالت انها جت على الموانئ المصريه لم يكن هناك اي مستندات شحن ولم يكن هناك اي طلب من قطاع خاص او من قطاع حكومي ورفضنا دخولها الموانئ المصريه وتحركت الى امينك في الظروف الازمات دي بيبقى في بعض التجار وكده معاهم شويه قمح وبيتحركوا بيه بي لمجرد ان هم يشتغلوا به على اي ميناء لم نسمح بمثل هذه الممارسات انما الحق يقال لابد ان نوجه الشكر لكافه الجهات المورده والعامله معنا في الاقمار شكرا